الدورة 34 نقترح عليكم جلسة خاصة بالمسرح. طبعا نذكر أن المحور الأساسي والمحور المركزي الذي يتمحور حوله أو تتمحور حوله النشاطات الثقافية في المعرض هي المرأة، والمرأة التونسية الكاتبة والمبدعة تستأهل ذلك يعني أيما استئهال. ولكن في نفس الوقت أذكر أن هناك جلسة متعلقة أيضا بالمسرح ومتعلقة بالمرأة والمسرح التونسي قد تم إنجازها حول ذكرى الفنانة المسرحية الراحلة رجاء بن عمار، ونخصص هذه الحلقة حول موضوع شائك، موضوع فيه نوع من الغموض على المستوى التاريخي. انتهزنا فرصة مرور 120 عاما على ميلاد أهم عالم مسرحي في الثقافة الغربية وفي المسرح الغربي، وهو برتولد بريشت. برتولد بريشت ليس فقط مسرحيا غربيا، وإنما هو مسرحي عالمي كوني. والدليل على ذلك أن تأثير بريشت في المسارح الأخرى وخاصة في مسارح الشعوب الناهضة كان تأثيرا واضحا وبليغا، ربما لأن برتولد بريشت وفر للمسرحيين أدوات. كان في زمن ما وفي فترة تاريخية ما كانت هذه الأدوات سواء على مستوى الكتابة الدراماتورجية أو على مستوى الإخراج مكنت أجيالا من اجتراح تعبير مسرحي جديد ليس بالضرورة قالبا برشتيا، ولكن استفاد استفادة كبرى من برشت. سؤالنا اليوم يتمثل كيف استفاد المسرح التونسي أو كيف انتبه المسرحيون التونسيون كتابا ومخرجين إلى أهمية بريشت، وكيف تعاملوا مع بريشت الذي يمثل مدونتين غير منقطعتين، وهي المدونة الدراماتورجية فيما يتعلق بالكتابة والمدونة خلينا نقول التعليمية أو المدونة التقنية فيما يتعلق بالإخراج وفيما يتعلق بالخطاب المسرحي برمته. دعونا من أجل هذه الجلسة الحوارية المعرفية دعونا مخرجا مسرحيا ومؤلفا مسرحيا مهما يعد اسما من أسماء أو من علامات الحداثة المسرحية التونسية، وهو الأستاذ توفيق جبالي. مرحبا بك يا سيد الكريم. ودعونا أستاذا جامعيا مرموقا هو الدكتور محمد المديوني.